إن شاء الله راح نتكلم عن المراهقة المبكرة والنضج البيولوجي أو الجنسي، أيضا تظهر الخصائص الجنسية الثانوية، وأيضا ينمو الشعر في الأبط وعلى العانة وحول الأعضاء التناسلية، أيضا يبدأ نمو الثديين عند البنات، ويبدأ الاحتلام عند الأولاد، ويبدأ الحيض في سن تقريبا 13 سنة وسطيا في بلدان الشرق المتوسط. إلى هنا انتهى الدرس. كانت هذه الفقرة عن المراهقة المبكرة والنضج الجنسي بشكل عام. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.